الله يا حموكشة، الشقة الجديدة حلوة قوي، عجبتك يا روحي؟ طبعا حلوة قوي. ايه رأيك بقى؟ لا، حلوة قوي، ذوقك حلو يا حموكشة. بقول لك ايه بقى يا حبيبتي، ما تقوليش لحد ان احنا اشترينا شقة جديدة علشان داري على شمعتك تقيل. طبعا يا حبيبي. يلا بينا. طيب ايه، اروح افسحك بقى شوية بالعربية الجديدة. حاضر، استنى بس ادخل الحمام واجي. ماشي. الله، الحمام حلو قوي، انا لازم اكلم البت سوسو واقول لها. الو، ايه يا بنتي يا سوسو؟ ايه يا تنكة، عاملة ايه؟ كويسة قوي. اسكتي، مش حموكشة جابلي شقة جديدة وفرشها ايه احسن فرش ومشطبها سوبر لوكس وكمان جاب عربية؟ يا شيخة يا بنت المحظوظة، مبروك. الله يبارك فيكي، بس اوعي تقولي لحد. ايه عليكي والله يا تنكة. يلا طيب، سلام. اما اكلم بقى البت نادية اقول لها، علشان طول عمرها بتغيظني اغيظها انا كمان. الو، ايه يا نادية يا حبيبتي، عاملة ايه؟ ايه يا تنكة يا روحي؟ اسكتي يا نادية، مش حموكش حبيبي وروح قلبي جابلي شقة جديدة وموضبها وفارشها احسن فرش ومشطبها سوبر لوكس وكمان جايبلي عربية وهيفسحني بيها. والله مبروك. الله يبارك فيكي، مع اني حاساها من تحت الضرس. لا يا حبيبتي، ولا تحت الضرس ولا فوق الضرس، عادي مبروك. ماشي، مع السلامة. اكلم شادية كمان بعد ما كلمت اصحابها كلهم. خلاص كفاية كده بقى، مش هقول لحد، اسمع كلام جوزي احسن يدونا عين. يلا يا تنتي خلصي. حاضر يا حموكشة جاية. بتعمل ايه يا حموكشة عندك؟ انا خلاص جاهزة اهو. انت اتأخرت اوي، قلت اعملي فنجان قهوة. لا، يلا بينا نشرب القهوة بره. ماشي يلا. الله يا حموكشة، العربية حلوة قوي، عجبتك يا روحي؟ طب كويس، عجبتني قوي. بقولك ايه، اوعي تكوني قلت لحد. لا طبعا، ده انا قلت لحدات مش حد واحد. حاسب يا حموكشة، حاسب حاسب. انت متأكدة ان انت مقلتش لحد حاجة؟ ابدا وحياتك، مش مصدق امك. قولي يا دكتور، انا كويس ولا في ايه؟ والله انت كويس، بس مش هتقدر تمشي لفترة كده. ايه، مش همشي؟ كله منك يا بوبا.